جاهزة هلأ أني وقع وراء الطلاق بدون أي مقابل. معناها الزواج الثاني رح ينتهي؟ ما شوكا انت صدقتيه لهالكذابة؟ انت عن جد مفكرة انه رح تتركنا نعيش بسلام ونرتاح؟ انا واثق انه في شيء مخبى من ورا هالقصة. المجرمة يلي حاولت تقتل شايرة هي نفسها يلي عم تعمل حالة انسانية هلا؟ أذان بكفي بقى. لا شايرة، خليه يحكي. لأنه هو ما عم يقول شيء غلط أبدا. أنا خسرت ثقة الكل بهذا البيت. فكيف بده أذان يرجع يصدقني؟ تماماً، ما حدا رح يصدقك بالمرة. لا عاد تحاولي، نحن ما رح نصدقك لأنه أنت رح ترجعي تروحي على المحكمة وتقدمي شكوى ضدي. هالشي ما رح يصير سيد أذان، لأنه رح توقع وراء الطلاق بحضوري أنا شخصياً. الست نور أصرت أني أحضر خلال توقيع الأوراق، وإلا كنت بعتت الأوراق مع مساعدي وما عزبت حالي بالجاي لهون. فيك تقرأ الأوراق إذا حابب تتأكد منه. مين بيعرف؟ أكيد بتكون رشة المحامي، ولهيك هو صار من صفة هلأ. لا تستغربوا، كل آياتنا صرنا منعرف شو نور. بكرة بتقلب الحقيقة. عفوا منك يا سيد أسجار، يمكن أنت متعود تشتري العالم بمصاريك، بس أنا ما بنباع ولا بنشرى. عجبك هالحكي؟ ما بتعرف تسكت؟ مين طلب رأيك بالحديث المهم تبعهم؟ الست نور ما بدها نفقة منك ولا حتى بدها حصة من أملاكك الخاصة، هي بس بدها الطلاق، هذا كل شيء. أنت صرت حر هلأ آذان، أنا ما عاد أتدخل بينك وبين شايرة بالمرة. أنا بس بدي أني آخذ أغراضي، آخذهم وأروح. شلون هيك فجأة نور قررت أنه تضحي كل هالتضحية؟ بصراحة في شي مو مفهوم. لما الشخص بيعرف غلطه وقتها بيضحي، وبدون ما يستنى أي مقابل لتضحيته. سيد ميرزا، بكرة رح بلش بمعاملة الطلاق، بس حابب خبرك إنه الأوراق رح تاخد من 5 لـ6 شهور تقريبا. أذان،
أنا بحب هالشال، أكتر شال بحبه من تياب ياسمين. كان يضوي له وشه لما تلبسه ويخلي خدوده يصيروا حمر. لما كنت قلها أنه بدي أخده كانت تقلي ملكة بوبال فيها تشتري أي شي بهالدنيا إلا هالشال، هاد ما فيها تشتري. خلص اهدي حبيبتي. لا مو عادي شايرة، يلي عملته نور معك انتي بحياتي ما رح اقدر سامحها عليه. على الاقل فيك تحكي معها، هي رايحة من هذا البيت آذان. انا كتير متضايق منها وما بدي حاكيها. معناها لازم تفرغ غضبك وما تكبته جواتك، هي رفيقتك يا آذان، اذا زعلت منها بتقلها وبتتخانق معها كمان. طلع كل قهرك بوشها وهيك بيكون احسن الك وإلها. ما بعرف شو صار لي من وقت وفاة أمي، الناس يلي ربيت معهم خليتهم يكرهوني بالأخير وخليتهم كمان يبطلوا يوثقوا فيني. أنا آسفة يا ملكة، بتمنى أنك تسامحيني من قلبك. بترجاكي أنت عرفتي غلطك وحسيتي على حالك، وأنا سامحتك على اللي عملتي، بس ليش بدك تتركي البيت؟ ليش بدك تعاقبي حالك؟ ايه أمي معها حق نور، يلي صار صار، خلينا نتجاوزه ونبدأ من جديد. لا شايرة، يمكن انتو فيكن تسامحوني بس أنا بحياتي ما حسامح حالي. أنا ما بستاهل أني يكون هون شايرة. اسمعيني، هاي الغرفة كانت لإلك انتي ورح تضل لإلك على طول. أنا هون ضيفة وبعمل مشاكل، ولهيك لازم روح من هون لحتى ترتاح وارتاح كمان. لا يا نوري، انتي بنت هاي العيلة والبنات نعمة من عند ربنا، مو مجرد مشاكل. بس انا شو عملت؟ انا ما قدمت غير الأذى والمشاكل لهالعيلة. انا على طول كنت عم حاول اني فكك لهالعيلة، نسيت انه إذا وجعت غيري ما حكون سعيدة ولا حتى رح شوف الحب بكل حياتي. ليكي أمي، إذا قبلتي هذا الشال رح أعتبر إنك سامحتيني ورح يكون ضميري مرتاح ورح أعرف إنه رجعتي تحبيني. صدقيني حبيبتي، أنا مسامحتك من كل قلبي يا روحي، بس إذا تركتي هالبيت رح تكسري لي قلبي. أنا آسفة يا أمي، بس يلي بيغلط بحق عائلته لازم يتعاقب. شايرة، انتي وآذان كونوا على طول سعيدين وانسوا نور الكابوس، وما في داعي تخافوا مرة تانية. أنا رح ضل هون بس الليلة ورح أروح على غرفتي ماشي، لأنه الوقت متأخر كتير وأول ما يطلع الضو رح أروح فوراً. أمي بترجاكي وقفي نور، بترجاكي. تعرفي إنه نور كتير عنيدة شايرة، وإذا في حدا ممكن إنه يأثر عليها فهو آذان، مو أي حدا. يا الله، شو هالفوضى كلها؟ شايرة هاد كله
لأني عم بطبخ. وبالنسبة للفوضى اللي بحياتنا راحت وصارت طبيعية، ونحن صار فينا نبلش من أول وجديد، حياة تانية غير هديك الحياة. وقررت إنه اليوم لازم أحتفل بهي المناسبة، وقلت لحالي بعمل بوشار. أذان؟ حتى البوشار احترق. بس كان فيك تعمل الشعيرية. أنا بعمل شعيرية بس شو أذان؟ قول أو لا تخاف منا، قول إنه بتعمل الشعيرية بس لما نور تساعدك فيها، صح أذان؟ طيب إذا الذكريات مرتبطة بالرفقة، معناها قديش هالرفقة مهمة وإلى أثر عندك، كيف قدرت تخليها تروح بهالسهولة؟ إذا حد عرف شو غلطه قبل ما يفوت الأوان، هاد لا يعتبر غلط، وفينا نسامحه كمان لأنه الرفقة أكبر من الحقد، وما فينا ننساها. وكمان نور عرفت الغلط اللي غلطته معك أذان، وصلحت كل شي هي عملته. كان لازم إنك تتركها تروح مشان تتعاقب. شايرة، أنا قلت لك قبل ما بدي أحكي بهالموضوع بالمرة. ماشي، لا تحكي، تصبح على خير. استني، لوين رايحة؟ والبوشار؟ أذان، أنا بعرف منيح إنه بعد هالشي أنت بدك تقنع حالك إنه كل شي لساته طبيعي، بس هو مو طبيعي أذان. نور رح تترك البيت بكرة، لا أمي رضيانة بهالشي ولا حتى أنا ولا أنت، هاي الحقيقة وبس. ما رح تتغير، أنت واحد أمي. ما بتفهم ليش هيك عملت يا غبي؟ ما رح أرحمك، فهمت؟ ليش عم تعملي هيك؟ ليش؟ أنت صعبت علينا حياتنا يا خالد، بس مشان هالنور المجنونة والحقودة أنت رح تبعت أهلك على السجن. اللي بدك يانا ننسجن يا حقير؟ بس خلصنا بابي، كفي. لا تنسي إني قاتل، وقدرت أقتل شخصين، يعني بقتل واحد ثالث بدون ما يرف لي أي جفن. عن جد؟ إيه؟ بدك تقتل أمك يا واطي؟ بدك تقتلني؟ قتلني، خليني شوف شو فيك تعمل. قتلني خالد، قتلني. سوريا خلصنا بقى، اتركها. شو عم تساوي؟ لك هاي أمك. بس أنا ماني ولد. فهمها إنه ما ترفع إيد علي، وإلا أنا ما رح أسكت، ما رح أسكت بالمرة. أمي رح أقتلك يا خالد بيدي. خلصنا بقى، لك شو عم تعملي؟ تبطي حالك، خلص عم حكي. هذا اللي ما بيفهمه وما فيه عقل أبدا. بعد ما هي البنت قلعته من قبل بيرجع وبيروح لعندها مرة تانية. لأني بحبها وحبي حقيقي، أنا بحبها بصدق يا أمي، بس أنت ما بتعرفي شو هو الحب. يعني إذا نور تركت البيت أنا كمان بتركه وبمشي. خالد تعال أقلك بعد. سوريا روح من هون يلا. بس إذا قلعتك هالبنت مرة تانية أوعك تفكر ترجع لعنا بكل حياتك. طلع لبرا. كتير منيح، مالي مصدق إنه نور تركت هالبيت أخيرا. بسبب يلي عملته زعلت كل يلي بالبيت. صح، وانت انضربت. مزبوط. بتعرفي لو انه خلوها بالسجن كنت انبسطت كتير وقتها، بس ما بعرف ليش خالد الغبي راح وطلعها بكفالة. شو قلت عن خالد؟ رجع عيد الروبة، اذا تاني مرة بتحكي شي علي راح حطك بالارض وضل اضربك لتموت. خالد حبيبي كتير بريء وقلبه طيب وما بيغلط، وما بعرف شو السحر اللي نور عملت له اياه لحتى بيسمع كلامه. هذا هو سحر الحب يا رفيقتي لكان. بس هو لما يحبني انا ما رح خليه ابدا يتطلع بوحده مثل نور المجنونه. عم تفهم علي؟ منشوف. اسمعيني، تعي لخبرك شغله رح تحبيها كتير. لما نور تترك البيت
أنا رح آخذ غرفتها، شو رأيك بهالحكي؟ ليش؟ إلا تفرح كتير يا رفيقي، أنا رح أقعد بغرفتها لنور. أنتِ ما شفتي حجمك؟ ما بتوسعي بغرفتها، أنتِ بدك الصالون. أنتِ شفت وشك بالمراية؟ لازم تكون بالشارع لأنك واحد بشع كتير. لا ما رح كون بالشارع، رح كون بغرفة نور. لا أنا يلي رح أقعد هنيك أصلاً. نور اصحك تغشي، انت غشاشة. انا ما عم غش، هذا انت غشاش كبير. عن جد؟ زهرك كان 4، ليلي بقى كيف جبتي 6؟ عن جد غشاشة. شو عم تعملي هون؟ اوه اجيتي مشان تلعبي؟ لا انا كنت رايحة. لكن روحي، شو عم تعملي هون لهلا؟ شنطتي مضبوبة. بس ضل شوية ذكريات، اجيت لهون لآخدهم. انتي مالك اي حق بهدول الذكريات. هدول الذكريات لإلي ولصديق طفولتي نور وبس. انا تقاسمتهم مع نور البريئة. نور يلي عرفتها صغيرة، مو هي نور ابدا. انا اسفة اسر. بس اسكتي نور خلص، انا مليت من اعتذاراتك السخيفة. يلا روحي، يلا بقى روحي. اي انا رايحة، ما في داعي تدفشني هيك. ليش ما ادفشك؟ انت بتستاهلي. شو كل يلي عملتيه؟ لك ضحكتي الناس علينا، تزوجتي رفيق الطفولة المفضل، وانت بتعرفي انه هو متزوج وحدة تانية. انا اسفة ازن. بس لا تحكي شي، بس اطلعي فيني. طلعي نور، انت ما كنتي هيك. لك اول شي انت من طيبة قلبك زوجتينا انا وشايرة. بس بعدين شو صار لك؟ طلعي فيني وحاكيني، قولي شو يلي صار؟ يلي صار بعد هيك انه امي راحت وتركتني لحالي. هي ما كانت امك وبس، كانت بمثابة امي، بس انا ما جنيت مثلك. انت فقدتي عقلك يا نور، لو خالتي عايشة كانت ضربتك هلا. ايه بعرف هالشي، حتى لو كان معي حق كانت رح تصف بصفك، لانه هي كانت تحبك أكتر ما تحبني لإلي. إيه أنا هي عملت الصح، كان لازم تحبني أكتر منك لأنك ما بتستاهلي الحب. أنا ما بستاهل الحب، أنا بستاهل الكره، ولازم موت لريحكم مني. أنت ما بتستاهلي إنك تموتي، تستاهلي الضرب. غبية. إيه أنت معصب وبتكرهني، طلع كل شي علي، طلع حقدك علي، اضربني، يلا اضربني آزان، اضربني. مالي مجنون مثلك. وحدة غبية، لما كنا صغار كنت تخربيلي ألعابي، وبس كبرنا صرت تخربيلي حياتي. برافو عليك. ايه عملت هيك لأنه ما كان عندي حدا، وكنت لحالي، لا أمي ولا فايز. انت كان عندك مرتك وأنا بس. أنا ما كان عندي حدا يحبني، مشان هيك انت تحولتي لساحرة يا نور، مزبوط؟ وغير هيك انت صرتي تعملي دراما بكل مكان بالبيت، قلبتي حياتك لدراما، ووقت بدك تطلقي جبتي محامي بالليل لحتى تعملي دراما وبكي مثل لاليتا باوارو.
مو مثل لاليتا، نيروبا روي هي ملكة الدراما. هي بأي فيلم هندي؟ بأمر أكبر أنتوني. طيب أنا بس أي لا تغير الموضوع. ماشي بكفي. آذان أنت شو عم تعمل؟ عم أحكي مع الساحرة، طلعي من هون. تركي الساحرة برا وارجعي لي أعز رفيقة عندي. इतने बरसों से जारी है ये इश्क नहीं है यारी है तेरी उंगली छूटी तो कैसे मैं घर जाऊंगा अपनी यारी टूटी तो यारा मैं मर जाऊंगा ना तेरी معك حق أكيد أكيد لا تغشي تاني مرة بالأفاعي والسلالم أنا كنت 97 أنا يلي كنت 97 شو بتقول خالتك المفضلة؟ الله بياخد يلي بيكذب ماشي خلينا نبلش من الأول تعي هون يعني النور ما رح تروح من البيت؟ وأنا يلي من غبائي ضبيت أغراضي لروح معه خالد شو هاد؟ شو يا سوريا؟ الصدمة تبع الروح على سلطان بور خلتك تصيري مثل الببغاء؟ فهمت 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 ليكلي في كتير ببغاءات بسلطان بور انتي عم تتعلمي التمتمي مثلهم ما؟ منيح أمي أمي شو هاد؟ هاي اللعبة ببغاء شو هاد؟ حبيبي ما نو ببغاء هذا بوبات بوبات؟ ايه انت مو رايح على مومباي صحيح؟ تعرف انهم بينادوا له بوبات حبيبي بوبات يعني غبي مثل حكايتك انت الله عملك إنسان كامل مكمل يا خالد بس نور عملتك غبي كبير دائماً بتدافع عنا ودفعت لها الكفالة وطلعتها بوبات 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 أمي بوبات بوبات أمي ها ها قصة قصة حب حقيقي حقيقي نور تستاهله ورح ضل حبها واترك البيت وبلش حياة جديدة تعلمت الدرس يا غبي الله يريحني منك سوريا خلص بس حبيبي انت ضبيت اغراضك ورح تروح معنا ما رح نتركك هون لحالك آه
ابني انت بتعرف لوين رايح؟ عالسلطان بور. ايه؟ سوريا خلصنا بقى، لا تجاكري. رح ضل عم جاكر لحتى تعملنا الترتيبات تنضل بهالبيت. مبروك حبيبتي ياسمين، كل شي صار تمام. بعد كل شي هنن أثبتوا إنن أولادنا وبيحترموا تربايتنا لألهم وما خيبوا الظن فيهن وبأخلاقهم أبدا. انتي شو قلتي لي من زمان؟ إنه ملكة بوبال تقدر تشتري كل شي، بس ما فيها تشتري هاد الشال أبدا. شوفي بالأخير حصلت عليه وما اضطريت اشتري. فرحانة إنه كل شي صار تمام. الشكر إلك يا رب العالمين على هالنعمة اللي عطيتني إياها.